ازيكم سنة أولى، عاملين ايه النهاردة؟ طبعا خلاص الحمد لله احنا خلصنا المنهج بتاعنا، فهنبدأ بالمراجعات والامتحانات بتاعتنا ونحلها مع بعض. طبعا أول سؤال بيجي لنا طبعا الليسن، وده تاني سؤال اللي هو سؤال ايه ريد ذا دايلوج. طيب سؤال الدايلوج، السؤال ده عليه 5 درجات، يبقى مطلوب منك 5 نقط، وكل نقطة طبعا بإيه بدرجة. طيب أول حاجة عشان أحل سؤال كده الدايلوج لازم أقراه كله مرة واحدة الأول. طب ليه؟ يعني عشان افهم اولا الزمن، زمن الدايلوج زمن ايه، خلاص، وده حدده طبعا من ايه، من الاجابه، من الفيرب، تصريف الفعل، هيعرفني دلوقتي ساعتها انا في زمن ايه. ولازم طبعا اقراه كل مره، او مثلا مره واحده اول مره برضه عشان افهم الفكره بتاعته والموضوع بتاعه، واخمن انا مع نفسي الاجابه بعد ما اقراه، وارجع تاني بقى اجاوب على نقطه نقطه. يعني هنا مثلا ده ما بين السيلز مان البائع وشخص اسمه ايه، ايهاب، خلاص. فنقراه كده مع بعض تاني. الاول بيقول له ويلكم تو اور شوب، فايهاب بيرد عليه بيقول له سبيس هنا يو، فقال له وات سبيس يو لايك تو باي، قال له اي وود، او اي دي اختصار ل اي وود، ايد لايك تو باي ا نيو دريس. بس زمان بيقول له ويتش سبيس دو يو وونت، فايهاب قال له جرين، جرين ده لاحظ ذا كلر، تمام، يبقى اكيد فوق كان بيساله على اللون. بس زمان قال له اني ثينج، فقال له نو، لا، هاو سبيس از ات، قال له ذاتس 200 باوندز، ده بايه، ب 200 جنيه، اكيد برضه فوق كان بيساله على السعر، فقال له ثانكس هير يو ار، اتفضل. تعالوا بقى نقولها من اول تاني نقطه نقطه. يبقى السيلز مان قال له ويلكم تو اور شوب، يبقى كده انا هجاوب اقول له ايه، ثانك يو، يبقى الكلمه الناقصه هنا ثانك. طب نمبر 2، قال له وات space you to buy، قال له I'd like، اللي جابها هنا في I'd اللي يختصر لإيه، لود، يبقى what would you like to buy، قال له I'd like to buy a new dress. طب which هنا، which معناها ما أو ماذا لغير العاقل هنا، ما يعني أي من، خلاص، لما بخيرك بين حاجتين بقول لك إيه which، أو أي لون، عشان هنا سأله قال له green، يبقى which color، which color do you want، قال له green please. نمبر 4 هنا قال له anything، عايز اقول له اي حاجه تانية، اي شيء اخر، يبقى anything else، كلمه else معناها ايه، اخر، يبقى anything else، قال له no. how، لما بسال السعر بقول ايه، how much، يبقى how much is it، قال له that's 200 pounds، thanks here you are. ده بالنسبه للسؤال الدايرك. طيب هنا سؤال اللي تشوز، السؤال بيجي لي 10 نقط، كل سؤال بدرجه عليه 10 درجات، تمام. فنمبر 1، is a place with lots of trees and dangerous animals، مكان فيه أشجار وحيوانات خطيرة، هل هو السي البحر، ولا الكيف الكهف، ولا الماونتين الجبل، ولا الجونجل الأدغال، بنختار هنا مين، الجونجل. طب نمبر 2، علي voluntary work at hospital، قلنا ان هي كلمة voluntary يعني عمل خيري، فاكرين كنا قايلين بتاخد verb do، صح؟ طب علي مفرد هتبقى ايه؟ يبقى علي does voluntary work at a hospital. طب number 3، he usually home on Thursday evenings، ده روتين، ده عادة، احنا قلنا في الروتين والعادة بقى في زمن المضارع البسيط ال present simple، وهي هنا ضمير مفرد، احنا قلنا مع الضمائر المفردة الفعل بيحصل له ايه في المضارع، بتحطوا له اما s او es او ies، يبقى انا هنختار he usually ايه، comes، يبقى he usually comes home on Thursday evenings. طب number 4، we arrived Luxor 2 days ago. تعالوا بقى هنا نراجع حاجة كده بسرعة، فاكرين هنا verb arrive يصل، كان عندنا arrive in و arrive at، طب ايه الفرق بينهم؟ كنا قايلين arrive in ده بتوصل مكان كبير زي ايه، زي دولة مدينة هتاخد arrive in، لكن arrive at مكان صغير، يعني اي مكان بقى اصغر مثلا من مدينه بياخد ات، يعني مثلا سوبر ماركت، او كلمه مثلا ماركت، ايربورت مطار، خلاص، سينما ات، ارايف ات. طب هنا لوكسور دي مدينه، يبقى وي ارايفد ان لوكسور 2 دايز اجو، لكن لو كان قال لي وي ارايفد مثلا لوكسور ايربورت مثلا، يبقى تاخد ايه، ات، قلنا اي مكان اصغر من مدينه هياخد ايه، ارايف ات، يبقى هنا وي ارايف ان لوكسور، عشان لوكسور ايه، مدينه، خلاص. طب نمبر 5، really how is Cairo tower، قال لي it's 187 meters، هنا ايه
بيسأل على طول برج القاهرة. طيب هاو لونج ولا تول ولا ميني ولا ماتش؟ اكيد طبعا مش هينفع ماتش عشان بتسأل على الكمية، وميني طبعا بتسأل على العدد. انا عندي هنا كلمتين بمعنى طول، لونج وطول، دول بيسألوا عن الطول خلاص. طب ايه الفرق؟ انا هنا هختار هاو تول. ايش معنى برج القاهرة؟ طول الحد فين؟ بيبقى طوله افقي خلاص، قصدي اسفه، بيبقى طوله ايه؟ راسي خلاص. يعني اي حاجه بتطول هنا بتترفع لاعلى لاعلى لفوق يبقى ايه؟ طول. لكن لونج الطول لما يبقى على الارض خلاص كده، الطول لما تبقى حاجه تطول بس على الارض. طب برج القاهره طبعا بيطول ازاي؟ لا للاعلى. يبقى هنا نختار ايه؟ هاو تول از ذا كايرو تاور. طب نمبر 6 يقول لي ا سنسبل بيرسون، شخص الحكيم، يبقى ميكس جود ديسيشنز، بياخد قرارات حكيمه وكويسه، ولا هاز نو تايم، ما عندوش وقت، ولا از فري تول، طويل، ولا از ان فريندلي، غير ودود. لا طبعا ا سنسبل بيرسون ميكس جود ديسيشنز، يبقى مع نمبر اي. طب نمبر 7 وي كان ا فيديو كول، احنا كنا قاعدين فيديو كول بتاخد فيرب ميك، يبقى وي كان ميك ا فيديو كول تو اور كازنز ان انجلاند. طب نمبر 8 ا بلوج، المدونه، is a or any diary، يبقى ايه هنا؟ اونلاين، مدونه على الانترنت، يبقى هي مينز البلوج خلاص. يبقى نختار هنا كلمه ايه؟ اونلاين. طب نمبر 9 don't photos to people you don't know، عايز اقول لي لا ترسل صور لناس ايه؟ انت ما تعرفهمش، يبقى don't send photos. طب نمبر 10 we a city called مراكش and we went to a museum، اظن هنا تصريف فيرب went عرفني انا هبقى بايه؟ في انهي زمن؟ الباست سيمبل، ماضي بسيط صح. يبقى هنا وي فيزيتد، احنا زرنا ا سيتي تدعى ايه؟ مراكش، دي مدينه في ايه؟ في المغرب، عاصمه المغرب. يبقى ايه؟ وي فيزيتد ا سيتي كولد مراكش. طب نروح نبدا هنا في السؤال بقى، ريد اند ايه كوريكت، يلا بينا. نمبر 1 بيقول لي وير از يور فادر ورك، باباك بيشتغل فين؟ واعطيني از هنا بيقول لي غلط، اكيد ان هنا اعطيني ورك مش وركينج خلاص. يبقى لازم هنا في الايز مثلا في الجمله اللي هنا الاكتف المعلوم لازم نجيب اي ان جي مع الفيرب. طيب وهنا كمان بيسالني باباك بيشتغل فين، يبقى ده سؤال في البريزنت سيمبل مش كده، في الماضي، في المضارع البسيط. يبقى وير داز، يبقى ايز هنا نطلعها برده بقى ايه؟ داز يور فادر ورك. حد يقول لي بس هنا في يور، لا يور فادر ده اسم مفرد، والمفرد هنا بياخد ايه؟ داز مش دو. يبقى وير داز يور فادر ورك. طب نمبر 2 بيقولي مصطفى loves playing football but he doesn't like play tennis. طب نرجع مع بعض تاني، هنا play طبعا غلط. ليه؟ كنا قاعدين ان في بعض الافعال بيجي بعد منها verb في ing، من ضمنهم love و like و enjoy و mind و manner. طيب زي ما هنا كده قالي مصطفى loves، جاب لي بعد verb loves ايه؟ playing. يبقى نفس النظام like playing، يبقى مش play، he doesn't like playing، لا يحب اللعب التنس. طب number 3 is هنا Is there any teacher? No, there isn't. إني هنا غلط أكيد. أنا لو جمع لإني اسم يتعد لازم يكون جمع. لو جاء هنا قال لي مثلا teachers كانت تنفع، بس طبعا كنا هنشيل إذن خليها آه. طب هنا ما ينفعش، يبقى إني هنخليها إيه؟ هنحط هنا دات النكرة إيه؟ يبقى Is there a teacher? قال لي No, there isn't. Number 4 Can you see Kamal's and Amir's classroom؟ طيب احنا هنا قال لي ايه؟ كمالز، حط لي الابوستروف اس اللي هي اس الملكيه بعد الاسم الاولاني. لا احنا كنا اخدين بقى مع بعض ايه؟ ان هنا لما يجيب لي اسمين لشخصين وفي حاجه ملكيه تخصهم هما، بحط الابوستروف اس بعد الاسم التاني مش الاولاني. طبعا هنا ايه كل اللي هنعمله؟ هنشيل الابوستروف اس اللي بعد كمال دي، هنحطها بعد مين؟ بعد امير. فتبقى كان يو سي كمال اند اميرز كلاس روم، خلاص عرفنا نحط الابوستروف اس بعد مين؟ امير. خلاص كده هنا سنه اولى، معلش كده هنتعود دلوقتي ان احنا بعد ما نخلص تدريب بنمتحن مثلا بنحله مع بعض، في نهايه الفيديو كده بيبقى فيه تدريب هومورك انت هتحله مع نفسك في البيت خلاص، اللي هو بيبدا من اول ايه الصفحه دي والصفحتين كمان اللي جايين دول هومورك انت هتحلهم مع نفسك ايه في البيت، نفس الاسئله اللي احنا خدناها خلاص، يعني الديالوج والتشوز والريد اند كوريكت دول انت هتحلهم ايه كهومورك كده في البيت مع نفسك خلاص. بس ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.
المرة اللي جاي. سلام.